أعزائي المشاهدين، يا هلا يا مرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج السلامة. إعداد ضباط الشرطة ورجال الأمن مسؤولية كبرى تقع على كاهل وزارة الداخلية التي أنشأت كلية للشرطة عام 1968 لتقوم بإعداد ضباط مؤهلين قادرين على حفظ الأمن ومكافحة الجريمة. ويشترط لالتحاق الطلبة الضباط بكلية الشرطة شروط معينة لإعدادهم إعدادا خاصا لمهمة ضابط الشرطة. وكلية الشرطة معهد لإعداد رجال الأمن تبني شخصيته وتعطيه مقدرة على فهم دوره في حماية الأرواح والممتلكات. وفي لقائنا هذا مع المقدم عبد الله حمزة الرومي كبير المعلمين نشهد من الواقع صورة حية وواضحة لهذا المعهد العلمي. مقدم عبد الله في لقائنا هذه الليلة. مقدم عبد الله، ما الدور التي تقوم به الكلية والشروط الخاصة لالتحاق الطلبة بها والسبب والهدف من إنشائها؟ في الواقع إنشاء الكلية بدأ في صدور المرسوم الأميري بإنشائها سنة 1968، واستقبلت أول دفعتها سنة 1969. والهدف من إنشاء الكلية هو النهوض بالجهاز الداخلية بتزويده بالضباط الأكفاء القادرين على ممارسة العمل في الوزارة عند تخرجه. أما شروط القبول فهو أن يكون متمتع الجنسية الكويتية، أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، أن يكون لائقا صحيا، أن يكون ألا يكون قد ارتكب جريمة أو جناية وجمحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة، أن يكون قد أتم العمر 18 عاما ولم يتجاوز 25، أن يكون محمود السيرة. هذه هي شروط قبول في كلية الشرطة. ماذا عن مدة الدراسة وما المواد التي يدرسها الطالب في الكلية؟ الحقيقة مدة الدراسة سنتين ونصف، منها مقسمة على 5 فصول دراسية، منها 4 فصول دراسة أكاديمية عملية على سنتين دراسيتين، يتبعها فصل خامس تقوم الكلية في عقد دورة في هذا الفصل للضباط الخريجين للتدرب على الأعمال التي ستناط فيهم في المستقبل. أما بالنسبة للمواد الدراسية فكذلك تنقسم إلى قسم نظري وقسم عملي. بالنسبة للمواد النظرية كذلك تنقسم إلى مواد قانونية ومواد شرطية. المواد القانونية هي مقدمة القانون وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدستوري والقانون الإداري والشريعة الإسلامية. أما المواد الشرطية فهي نظم الشرطة والتحقيق الجنائي العملي والفني وعلم الإدارة العامة وإدارة الشرطة وعلم الإجرام وعلم النفس الجنائي والإسعافات الأولية والطب الشرعي واللغة الإنجليزية والدفاع المدني. أما القسم الثاني وهي المواد العملية وهي الميكانيكا والطبوغرافيا واللاسلكي والتدريب العسكري المشاة والخيالة والأسلحة، بالإضافة إلى التدريب الرياضي اللياقة البدنية والسباحة والكاراتيه والأنشطة الرياضية المختلفة والفروسية. هل تعطي المشاة فكرة عن اليوم الدراسي وكيف يعيش الطلبة؟ اليوم الدراسي أو اليوم العادي في الكلية يبدأ من 5:30 صباحا إلى 9:30 أو 10:00 مساء، ومقسم على فترات عند
فترات، فترة تدريبية صباحية وفترة دراسية تبدأ من 10:15 إلى 1، وطوابير مسائية وطوابير مذاكرة والعشاء والنادي، وثم إلى المهاجع للنوم. هل في هناك تدريبات للطلبة في فصل الصيف؟ الحقيقة أن الطالب في الكلية في سنة أولى يأخذ مواد قانونية تؤهله لتكملة المواد القانونية الأخرى في السنة الثانية، ورأت الكلية أن من الفائدة أن يرسلوا الطلبة إلى مخافر الشرطة لممارسة العمل هناك ومقارنة ما أخذوه من ناحية النظرية بالنواحي العملية في واقع العمل. هل تقام حفلات رياضية ومباريات أثناء العام الدراسي؟ بالنسبة طبعا للرياضة عموما الكلية تعطيها اهتمام كبير وتهتم في الفرق الرياضية المتعددة، لأن طبعا الرياضة هي لياقة للطالب وكذلك متنفس له لالتقاء بالشباب الآخرين في المعاهد الأخرى. وإحنا نعمل لقاءات رياضية سنوية مع الكلية العسكرية ومع جامعة الكويت، وفي المناسبة هذه أحب أقول أن كلية الشرطة الآن هي الهيئة المنظمة لأسبوع شباب المعاهد والكليات والمعاهد العليا التي ستقام إن شاء الله في منتصف شهر يناير. مقدم عبد الله، هل هناك طلبة من في الكلية من بلد صديق؟ الكلية طبعا تستقبل طلبة من دول الخليج بصفة خاصة، وخرجت عدة طلبة من هذه الدول، والشروط اللي تنطبق عليهم تنطبق على الشروط اللي تنطبق على الطالب الكويتي، إنما في شرط مهم بالنسبة للطلبة الآخرين أو من أقطار الشقيقة، أن يكون الحكومة وافدتها للكلية ويتطلب موافقتها في التحاقها في الكلية. بالنسبة للتخريج هذه السنة متى راح يصير ومن تحت رعايته؟ الحقيقة احنا الآن على الاستعدادات على قدم وساق لاستعدادا لتخريج دفعة الطلبة الخريجين. أما بالنسبة ليوم التخريج فقد تقرر أن يكون يوم 6 ديسمبر 1968، وسيكون التخريج تحت رعاية سيدي صاحب السمو أمير الولاد المفدى. في نهاية لقائنا نشكر مقدم عبد الله حمزة الرومي على هذا اللقاء الشيق، وإن شاء الله نلتقي معه في حلقات قادمة في المستقبل. شكرا مقدم عبد الله. الآن عزيزي المشاهد ننتقل للفقرة الثانية. في الحقيقة في ناس تقول أن الاختبار اللي يروح الاختبار لازم يسقط أول مرة. طبعا هذا يعني من الأخطاء الشائعة عندنا. وفي الاختبار إذا كان الواحد يسوق المرور ليش ترجعه مرة ثانية؟ أي واحد يسوق زين إن كان أول مرة أو ثاني مرة ما في فرق، المهم عند الفاحص إنه يسوق زين. في يوم السبت اللي هو 18/11 أخذنا إحصائية من قسم الاختبار، طلع عندنا تقريبا 40% من اللي ناجحين كانوا لأول مرة يدشون الاختبار، وطبعا هذا برهان على أساس أنه ما في أول مرة أنه يسقط، لا إذا كان يسوق رايح ينجح. وكل واحد لما يدش الاختبار لازم يخلي ثقة في نفسه ويعتمد على نفسه ويتأكد أنه إذا كان يسوق زين رايح ينجح، وإذا يسوق على الماشي طبعا رايح يسقط. وفي المناسبة أن المرور أو الاختبار لما يعطي واحد مدة يروح يتدرب فيها اللي حاصل
انه يروح يحط الاستمارة بالبيت، وقبل موعد الاختبار بيوم او يومين يروح يتدرب ويجي الاختبار ويجي كما كان في السابق. المفروض اذا كان عطاء مهلة الفاحص على اساس اذا هي شهر او شهرين، هي من شهر الى 3 اشهر لازم يتدرب حتى يرجع حق الاختبار وهو متحسن في السياقة. لكن لما اي مثل ما كان طبعا راح يسقط، ولو يا مرة ثالثة راح يسقط اذا كان نفس مستواه السابق. فتأكدوا ان اللي يسوق رايح ينجح، واللي ما يسوق زين رايح يسقط. وطبعا هذا واضح في القسم الاختبار، وما فيه لحية والحية، تسوق تنجح ما تسوق تسقط. بالمناسبة طبعا هالأيام هذه فيها أمطار ومطر، لما ييك وانت بالسيارة المفروض تكون مجهز المساحة مالتك وتكون صالحة تفحصها هالأيام هذه كل يوم، لأن المساحة ممكن هتخترب، وفي أي لحظة يمكن يكون الفيوز ممكن يكون فيها أي خلل، لأن مدة الصيف اللي كانت واقفة طبعا راح تأثر عليها. فنصيحتنا لكل واحد أنك ما تنسى المساحة، تأكد منها أنها تكون سليمة لحتى ما توهق وانت تسوق تطق المطر وتقعد ما تدري شو تسوي. طبعا لما يطق المطر مساحتك ما تشتغل راح توهق. فنصيحتنا تذكروها وافحص المساحة قبل ما ييك المطر. ايضا في عندنا الاخطاء الشائعة انه لما يطق بنشر او تخترب السيارة يروح صاحبها وموقفها على اليمين او على اليسار وحاط لي صخر وراها. طبعا اللي مو راح يشوف السيارة، اللي مو شايف السيارة مو شايف الصخر اللي انت بتحطه. فالمفروض لما تعطل سيارتك حاول بكل طريقة انك توخرها عن الطريق، واذا كان عندك بنشر لا تبخل بالتاير و توقف سيارتك على اليسار او على اليمين، لا مشها شوية خلي تشقق التاير ولا تفقد نفسك، لان حصلت عدة حوادث دهس خاصة على طريق فحيحيل قرب سلوة، ان في عدد من سيارات طق عندهم بنشر وقفلي على الجهة اليسرى يبدل لي السبير، والنتيجة ان هو تبدل وراح المقبرة. فما نبي انكم انتم تصيرون ضحية لانك تخلي السبير او خايف على السبير تشقق او التاير تشقق وانت اللي تروح وتشقق بسيارة ثانية. فطبعا اللي حصل ايضا في المناسبة ان بعض من السواق إيه يحط له حيرة وراه ويصلح سيارته إذا كان بنشر أو خراب، ويمشي ويخلي الصخرة. طبعا هذا مضرة على غيرك، فإذا أنت ما تبي مضرة عليك لا تضر غيرك. أيضا لما تكون صخرة حطيتها ورا سيارتك لما بتمشي مفروض أنك تشيلها ما تخليها، لأنك لما تخليها أنت راح تأذي غيرك. في الحين عندنا ملاحظتين، ان الصخرة اللي مو شايف سيارة ما راح يشوف الصخرة، وانك اذا حطيت صخرة لازم تشيلها، واذا طق عندك بنشر لا توقف بنص الشارع وتصلح البنشر. حاول بكل طريقة انك توخر سيارتك على اليمين او على اليسار في اي لفة قريبة فوق الرصيف، اعتقد امن من انك تبدل السبير بنص الشارع او على اليمين او على اليسار، لان طبعا في خطر، ومثل ما قلت لكم حصلت حوادث
ونتيجتها كانت المقبرة، فما نبيك أنت أيضا تذبح نفسك بنفسك. بالنسبة للباصات المدارس، في بعض السواق طبعا ما يعتنون في الأطفال، فإحنا بدورنا نقول حق الباصات أو سائق الباص لازم تركد وتوقف في مكان أمين لحتى ينزل الأطفال. بالمناسبة في أيضا في بعض المدارس أي الباص، وعلى أساس لأنه ما يبي يلف اللفة ويدش بالساحة مات المدرسة، يصعد لي الرصيف وينزل من الرصيف الثاني. وطبعا هذه ملاحظة حق شركة المواصلات أنها تلاحظ مثل سيارات هذه أو السواق وتأدبهم، لأن طبعا هو لما يصعد الرصيف الباص راح تختل الماشية عنده وممكن تصير في حوادث في المستقبل. أما بالنسبة للطلبة أيضا نصيحتنا لهم لما يركبون الباص أنهم يقعدون على الكراسي، ما يوقف إلا لما يوقف الباص حق نزوله، ولما أي بينزل ما يطوف من قدام الباص، لا يخلي الباص يطوف أول ويتأكد التفت يمين ويسار أنه ما في سيارات وبعدين يعبر. وأيضا في ملاحظة أن في بعض المناطق السكنية الشارع فيها طبعا كله 15 متر، ما يشيل سيارتين على الجنب، لأن ربما لو حصلت حريق حصل أو شيء سيارة المطافي ما تقدر تطوف، فالناشد كل واحد فريج بعض مع بعض لما يوقفون سياراتهم أنه يوخرها، ما يخلي لي واحدة يمين وواحدة يسار ويخلي الطريق يلا تطوف في سيارة صالون. طبعا لما تصير سيارة كبيرة ما تقدر تطوف. أيضا وقوف سيارات عند المنعطفات، الباص هذا الحين وقف لي في اللفة كلش، والياهل طلع قدام من قدام الباص، السيارة اللي كانت جاية ما شافته. فإحنا بدورنا نقول حق الأطفال لا تطوف من قدام الباص، خلي الباص يمشي وبعدين أنت أعبر الشارع بعد ما تأكد أن الشارع خالي. طبعا هذه لقطة بسيطة اللي شفناه فيها ما نبي حصل لأولادنا في المستقبل. وناشد كل واحد لما ينزل من الباص يخلي الباص يمشي وبعدين يطوف. وأيضا أكرر على أساس سواق الباصات أنهم يتركدون بسياقتهم، خاصة لما يكونوا ياهم أطفال، وما يصعد لي الرصيف، والسيارة اللي صعدت الرصيف طبعا أنا عندي رقمها، وإذا شركة المواصلات تبيه مستعد أعطيهم إياه، و بالضبط مكانه في ضاحية عبد الله السالم، صعد لي من رصيف إلى رصيف والأطفال فيه، طبعا هذا خلل على الباص ومضرة، واعتقد أن السائق هذا ما لعمك لا يهمك، هذا اللي هو يعتقده، وهذا طبعا خطأ لأن الباص أمانة عندك فلازم تأديها بالكامل. بالنسبة أيضا للفحص السيارات، طبعا المرور طلبت وضع حدايد بارتفاع متر على أساس تكون السيارة ارتفاع آخر الحديدة من الأرض إلى فوق 4 أمتار على أساس أنها ما تحوش بالجسور. والحين ننتقل معاكم إلى الفحص الفني.
الداخلية قرار وزاري رقم 111/78 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 57 من القرار رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور. ومضمون القرار: لا يجوز أن يكون ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن 4 أمتار من سطح الطريق، ويوضع على مقدمة صندوق السيارة من الجانبين مقياس حديدي ثابت يدهن باللونين الأبيض والأحمر لا يقل عن 1 متر. يحدد مدى الارتفاع المسموح به قانونا وفق اشتراطات الإدارة العامة للمرور. طبعا القرار هذا أصدره سعادة وزير الداخلية، ولحتى نوضح للسادة المشاهدين كيفية تركيب هذا البايب وارتفاع السيارة، توجهنا إلى قسم الفحص الفني ونسأل رئيس القسم محمود التناك عن كيفية تركيبه ونوعه ولونه لحتى كل مواطن يعرف شلون هذا يركبونه وعلى أي نوع من السيارات لازم يركب. عندنا البيب على موجب قرار معالي وزير الداخلية اللي هو مقياس خاص في طول 1 متر وسماكته 1.5 إنج. البيب مدهون من لونين، اولا اللون الاحمر واللون الابيض. اللون الاحمر 30 سنتي ب30 سنتي، اللون الابيض يكون بالوسط باللون 40 سنتي اللي هو اللون الابيض. المقياس هذا يحددنا الارتفاعات من ناحية الشاحنات اللي هي القاطرة المقطورة واللواري. اولا عندنا تقريبا لوري سيارة، سيارة اللوري تقريبا من سطح الارض الى اخر ارتفاع اللي هو تقريبا 3 متر. عندنا المقياس هذا هو يحدد الارتفاعات اللي هو الحد الاعلى 4 متر. بعدين المقياس هذا يضع امام مقدمة السيارة، ونشرح لكم كيف نوعية تركيبه. اولا المقياس هذا يحدد الارتفاعات، قلنا الحد الاعلى اللي هو 4 متر. اذا كانت السيارة تقريبا 3 متر نخليه يرتفع الى ارتفاع 4 متر، والبيب هذا يكون من بيبين جهة اليمين والشمال يركب في مقدمة السيارة. بعدين سماكة البيب هذا محمود ايش كثر؟ سماكة البيب 1.5 إنج. وتركيبه لحيم ولا براقي؟ تركيبه على اساس شرط انه يكون تثبت جانبين جهة اليمين وجهة الشمال. يكون لحيم؟ يكون لحيم ثابت. يعني على كل سيارة قبل ما تجي الفحص؟ على كل سيارة قبل تجي الفحص يكون مركب المقاسات هذه، الحد الأعلى هو 4 متر لا يزيد. المدة اللي من صدور القرار إلى ما السيارات كلها تركب إيش كثر مدة؟ إن شاء الله نعمل على أساس يكون خلال الشهرين يكون متكاملة، لأن الجسور قريبة إن شاء الله راح تفتح، وهذا يكون حد الارتفاعات من ناحية الجسور. راح يتركب مثل ما هو موجود الحين على السيارة هذه؟ طبعا راح يتركب على موجب تركيبه الحالي الموجود. وبالنسبة حق الأرقام أخ محمود، الأرقام القديمة، الأرقام القديمة عندنا جميع السيارات كانت تحمل الرقم القديم اللي هو على الباب. الآن الإدارة العامة صدرت هي أرقام جديدة، على كل سيارة يمسح الرقم القديم ويضع الرقم الجديد مع الحرف اللي موجود على اللوحة. أخ محمود نشكرك، وإن شاء الله المواطنين عرفوا شلون تركيبه. وأيضا نكرر مرة ثانية، البايب طوله 1 متر ملوى باللونين الأحمر والأبيض مثل ما هو موجود. السيارة إذا كان ارتفاعها 3 متر هو يطلع 1 متر، وإذا كانت السيارة أقل ممكن يكون أقل، لكن هو يكون عن سطح البودي 1 متر فقط. هذا هو المطلوب من عندكم. أي نعم. شكرا أخ محمود. حاضرين أي خدمة. بالنسبة للسيارات اللي تقط طبعا أوساخ بالشارع هالأيام قلت، ما أعرف إنهم سمعونا واستجابوا ولا من البرد مسككين الجامات وما ينزل ما يقطون الوسخ. لكن أيضا حصلنا على بعض السيارات، وفي أول سيارة كانت رقمها 1970 صالون خصوصي اللون رصاصي، سيارة طبعا هذه كشخة، الساعة 9:50 بتاريخ 23/11 اللي هو يوم الجمعة في تقاطع الفيحة. أخونا بط شال معون الزقاير اللي فيه يطفي زقايره وقطه في الشارع في نفس التقاطع، وطبعا هذا خطأ افتكر ممكن انه يشيله ويقطه في سلة مات الوسخ احسن.
والسيارة رقم 225227 صالون خصوصي الساعة 5 مساء تاريخ 20/11 في شارع بغداد، علبة سجاير خلص منها وقطها. والسيارة رقم 241723 صالون خصوصي الساعة 3:30 بعد الظهر تاريخ 24/11 في الدائري السادس كشور موز أكل الموز وقطة. والسيارة رقم 246623 صالون خصوصي الساعة 6:55 صباحا بتاريخ 27/11 في شارع بيروت مشلب الكلينكس وقطة. والسيارة رقم 268469 صالون خصوصي الساعة 11:30 صباحا بتاريخ 27/11 في شارع الخليج كبريت خلص منه وقطة. والسيارة رقم 5658 صعد الساعة 11:45 صباح يوم 27/11 في طريق فحيل عند الإشارة القاطلي علبة أشرطة خلص منها وقطها أو أن عنده فاضية وحذفها. فطبعا هذه خطأ، الأوساخ هذه تنقط بالشارع، فاللي الناشد كل واحد لما يكون عندك وسخ خلى بسيارتك وقطة لما توصل عند سلة زبالة والبلدية والجمعيات ما قصروا حطونا في كل شارع في كل مكان في سلة، فلازم حنا نستعملها ما نخليها فاضية. في نهاية حلقتنا نشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.